وهدموني هذا عار والتمييز يطلع برا مغربية حرة حرة والحرية الفورية وبها شرسوني الحرية الفريد أنه كان قوية بها شرسوني الحرية القوية الحرية الفورية بها شرسوني الفريد أنه كان لا بد الحريات لا لا ثم لا للتصديق على الحريات لا لا ثم لا الحالات صحافة ماشي ديالات شفتي مثل حبيب 12 سنة سجن الآن صحفية في نفس الجريدة تتابع بقيت أخبار اليوم لأنهم يريدون أن يجعلوا من أخبار اليوم وكأنها وكر للفرد ويتدخل عشرات المواقع الإخبارية التي تقول حريتي جسدي حقوقي حريتي جسدي حقوقي حريتي جسدي حقوقي حريتي جسدي حقوقي صحافة ماشي ديالك عابر سير بحالك صحافة مالك صحافة ماشي ديالك عابر سير بحالك لا تسير في اخطاء.